أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم صح الآلي أوتو كوركشن. توقفنا في الدرس الماضي عند تصميم هذا التابع، والذي من خلاله أن يقوم بإعطاء المقترحات للكلمة نقوم بكتابتها وإدخالها. فإذا كانت الكلمة صحيحة فسوف نقوم بردها بشكل مباشر بهذا الشكل، وإلا سوف نقوم هنا برد الاقتراحات والسجشن لهذه الكلمة على أن تكون موجودة في هذه الديكشنري، ونحصل بالتالي على هذا الخرج. ولكن سوف نرى في هذا الدرس كيف نستطيع القيام برد القيم الأكثر احتمالية والأكثر ورودا في هذه الديكشنري نسبة إلى probability لهذه الكلمات التي قمنا بحسابها خلال الدروس الفائتة. فنرى هنا مثلا كيف قمنا بحساب counting words عدد هذه الكلمات في الديكشنري، ومن ثم القيام بحساب probability لهذه الكلمات نسبة إلى هذه القيم. فهنا سوف أقول مثلا قم بجلب هذه والتي تعبر عن الكلمات لهذه الديكشنري كما رأينا هنا، فسوف أقوم بجلبها هكذا. ودعوني مثلا أقوم بتعليق هذه الخروجات، وذلك لوضوح الرؤية هكذا. وهنا أيضا فلا حاجة للقيام هنا بطباعة الخرج في هذا الشكل. تمام. فالآن إذا قلنا مثلا قم بحساب هذه القيمة فنراها بهذا الشكل. الخطوة الأولى أن أقوم مثلا بتسييبها في قيمة probability هكذا، ومن ثم سوف نقوم بالتعديل على هذا التابع، فسوف أقوم أيضا بإدخال هذه القيم الاحتمالية هكذا، وبعدها سوف نقول هنا مثلا قم بإسناد هذه القيم إلى متحول، سوف نقول suggestion أو suggested words هكذا. فهنا سوف نقول مثلا optimal suggestion سوف تساوي بالنسبة لهذه الليست قم بحساب الكلمة word مساوية لكلمة word، وأيضا القيمة الاحتمالية probability مساوية لهذه probabilities عند هذه الكلمة هكذا. ومن ثم سوف نقول هنا for word ضمن هذه suggested words. لنرى إذا قمنا هنا بردها فنقول مثلا return لهذه الـ optimal suggestion، وهنا سوف أقوم أيضا بتمرير هذه الاحتمالات. دعوني أرى، طبعا هنا علينا القيام بتسجيل هذه dictionary هكذا بهذا الشكل. فنرى هنا كيف حصلنا على هذه الكلمات والقيم الاحتمالية لكل منها، ونرى كيف أنها متباينة ومختلفة نسبة إلى مدى ورودها في هذا النص. فالخطوة التالية أن أقوم بترتيب هذه الكلمات، وذلك نسبة إلى قيم احتمالها. فالقيام بالترتيب سوف نقول هنا مثلا هذه الـ optimal سوف تكون مساوية إلى sorted تابع الموجود في البايثون، نقوم هنا بتعيين هذه القائمة، وسوف نقوم بالترتيب وذلك نسبة إلى key والتي هي قيم الاحتمالات. فنقول هنا lambda x بحيث x عند هذه البي سوف تعبر عن هذه القيم. لنرى، فنرى هنا كيف قمنا بالترتيب بهذا الشكل، ونرى القيم الموجودة في ظل هذه القائمة تحوي على الاحتمالات الأكبر بهذا الشكل. فهنا إذا قمنا بالاطلاع نراها مرفوعة الأس السالب، بينما هنا لدينا هذه القيم دون وجود الأس السالب، إذا هذه الأكثر احتمالية والأكثر ورودا. ونرى كيف أنها تحوي معنى مثلا أنت، هاد، سيد، جو، هاند، جود، وهي قريبة من ناحية الأحرف وترتيبها بالكلمة التي قمنا بإدخالها بهذا الشكل. لذا سوف نقوم هنا مثلا برد القيم الأخيرة، مثلا لتكن القيم الأربع الأخيرة بهذا الشكل، وسوف نقوم مثلا برد هذه الكلمات، فسوف نقول جو، سيد، هاد، أند بشكل منفصل. لذا سوف نقول هنا قم بالتعديل على هذه القائمة، يعني أقوم بإنشاء حلقات من أجل كل كلمة موجودة ضمن هذه القائمة. قم هنا بطباعتها مثلا عند الـ W، فنراها بهذا الشكل. لذا سوف نقوم مثلا بإسنادها، فسوف نقول مثلا قم هنا بإنشاء Result تساوي القيمة الفارغة، وهنا في كل مرة قم بالإسناد إليها. لنقوم في نهاية المطاف بردها فنقول return
لهذه هي الريزلت بهذا الشكل. فهنا إذا قلنا مثلا go هذه الكلمة موجودة فسوف يقوم برديها كما هي، ولكن إذا قلنا هنا قم بالكتابة المغلوطة فنرى كيف يقوم برد هذه الاقتراحات. ممتاز، يعني أقوم بالتشجيل مرة ثانية. مثلا هذه الكلمة موجودة في الديكشنري، نرى هنا كيف يقوم برد هذه الكلمة التي تكون إلى حد ما مشابهة إلى هذه الكلمة التي نقوم بكتابتها بهذا الشكل. دعوني أتوقف هنا لنكمل معكم في الدرس القادم ونرى كيف نستطيع القيام بجعل هذه الأبليكيشن تفاعلي مع المستخدم، فنقوم بإدخال كلمة بشكل مباشر ومن ثم نقوم برد هذه الاقتراحات. فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم، أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم وألقاكم في الدرس التالي. سلام.